الكبسولة اللي فاتت انا اتكلمت عن الكوربريت بوليتكس بشكل عام، النهارده هندخل في التفاصيل والتطبيق العملي ليها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد حسني من برنامج ووربس، واهلا بيكم في كبسولة جديدة على الطاير، ونكمل كلامنا عن الكوربريت بوليتكس. وبشكل عام اي حاجة تشغلك عن شغلك وتعطلك عن الانتاجية في شغلك دي كوربريت بوليتكس. وعلى سبيل المثال وليس الحصر، الموظف اللي كل همه ان هو يرضي مديره، والمدير اللي كل همه ان هو يرضي ادارته، دي كوربريت بوليتكس، لانك دورك في الشركة انك تشتغل مش انك ترضي اللي فوقك. ومثال تاني، عصافير السلام اللي بتنقل الكلام بكل مستوياتها. ايوه، كل عصفوره ولها مستوى في الطيران ولها حد ارتفاع اقصى في الطيران، وعصافير السلام بتشتغل في ناحيتين، بتنقل الكلام من تحت لفوق وتنقل التعليمات من فوق لتحت. لكن الخطأ مش خطأ العصفوره، الخطأ على اللي خلق المناخ اللي يسمح لها بالطيران، ودي الكوربريت بوليتكس. وزي ما قلت في الكبسوله اللي فاتت، فالكوربريت بوليتكس بتبقى بسيطه في الشركات الصغيره، وحجمها بيزيد في الشركات الكبيره، وده لان حجم الادارات بيزيد. واعلى مستوى في الكوربريت بوليتكس هو صراع الادارات مع بعضها، صراع السيلز مع الماركتنج، صراع الماركتنج مع الفاينانس، او صراع الفاينانس مع السيلز. صراع الادارات اللي بيحصل ده هو السبب في دمار شركات ودمار دول قبل كده. وعلى سبيل المثال، السبب الرئيسي لهزيمه اليابان في الحرب العالميه الثانيه هو الصراع ما بين الجيش والبحريه، ودي حاجه انا هتكلم عنها بس في حلقات يوم الجمعه، مش في حلقات كبسوله على الطير. ونعيد نفس السؤال، اتعامل ازاي مع الكوربريت بوليتكس؟ الكوربريت بوليتكس هي حاجه موجوده اجباري في كل الشركات، بس لو مالكش فيها زي حالاتي فتفاداها بقدر الامكان، وتفادى الاحتكاك بيها. ولو ليك فيها العبها، بس انتبه لان الكوربريت بوليتكس عامله زي الافعى السامه بالظبط، ممكن تلعب مع الافعى السامه سنه واتنين وتلاته وتعدي على خير، بس انت عارف ان عضه واحده والقبر. وانتبهوا لحاجه مهمه جدا، وهي اللي بيطلع السلم بالكوربريت بوليتكس بينزل برضو بالكوربريت بوليتكس، بس في الاسانسير المصعد. واتمنى اكون قدرت اوصل الرساله، اللهم بلغت اللهم فاشهد. والكلام اللي بقوله موجه للشباب وللبنات على حد سواء. وبكده اكون وصلت نهايه كبسوله النهارده. اذا عجبتك الكبسوله دوس لايك ما تنساش، واشترك في القناه لو مش مشترك، واهم حاجه يهمني رايكم في الكومنتات. واشوفكم في كبسوله جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.